ثم من جانب آخر لا بد من ربط الناس بأسباب الوقاية والعلاج. فدين الإسلام دين كامل جاء بجنب كل صالح نافع ودرء كل فاسد باطل. فإذا كان أصل الآفة من البعد عن الله وضعف الإيمان فلا بد من ترسيخ هذه المعاني بالقلوب وربط الناس بمنبع ذلك بالكتاب والسنة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يغرس في قلوب الأصحاب ومن بعدهم الأمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. لو أن الناس حفظوا هذا وعرفوا معناه لم يلجأ أحد إلى مشعوذ. وكان يصف أهل الإيمان بأنهم لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالبعد عن الله آفة كل داء، عن الله آفة كل داء، آفة كل داء. ومن كان قريبا من الله ابتعدت عنه الشرور والآفات، ومن كان قريبا من الله ابتعدت عنه الشرور والآفات. تدخل العبد في حفظ الله وعهده وذمته. وصورة البقرة لا تستطيعها البطلة، وآية الكرسي حفظ وأمان، والمعوذتان ما تعوذ بمثلهما متعوذ، يدفعان كل شر وسحر، ويقرآن طرفي النهار ودبر كل صلاة مكتوبة وعند النوم. بل إن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شر، ومن تصبح بسبع تمرات من تبر عجوة لم يصبه سحر ولا سم. والابتعاد عن المعاصي والمعازف فرض للشياطين، كما أن الانشغال بقراءة القرآن شفاء للأبدان وطاعة للرحمن، والذكر حارس للعبد مما يؤذي وانشراح للصدر وطمأنينة. أذكار للنوم وأذكار للصباح وأذكار للمساء وأذكار للطعام وغير ذلك. فمن ارتبط بهذا لا يحتاج إلى راق. فأصل الأصول في هذا الباب، أصل الأصول في هذا الباب توجيه الناس إلى تحصين أنفسهم، توجيه الناس إلى تحصين أنفسهم وتعليقهم بربهم، وتعليقهم بربهم، وتعليقهم بربهم. فالشرور محيطة، والإنسان إذا اعتصم بربه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه تذكرة يتعلق بها الناس من دينهم ويستمسكون بها بسنة نبيهم، ويحذر الشر وأهله، ويحذر الشر وأهله، ويحذر الشر وأهله، ويحذر الشر وأهله.